أنا محمد الحسن، أحييكم في حلقة جديدة من وجوه إسلامية. ضيفنا يتكئ بلا عصا على نهاية السنة 51، قضى نصف عمره متنقلا بين النجف وقم. منحته الحوزات الشيعية هناك عمامة بيضاء تجول به حاليا في شرق السعودية، متنقلا بين مدن تتصف بأغلبية شيعية. لكنه لم يحقق نجاحا ملموسا في إقناع بقية الشارع السعودي بالقدرة على الجمع بين ثنائية الوطني والمعتقد، لكنه ولأنه الوجه الشيعي الأكثر قربا للإعلام والقيادة في السعودية، ولأنه حسن موسى الصفار، فإن لديه جواب. هذه الثنائيات لا أرى أنها يعني ثنائيات يعني حتمية تجعل الإنسان في الخيار بينهما، أنا شيعي وسعودي وسعودي وشيعي، يعني لا أجد أنني يعني يجب أن أنحاز إلى إحدى الدائرتين على حساب الأخرى، لأنني لا أحس بتناقض بينهما. وأنا لدي كتاب وضعت عليه عنوان المذهب والوطن، لا أجد أن هناك تناقضا، يعني كوني شيعي لا يجعلني في مقابل وطني في يوم من الأيام، وكوني سعودي لا أعتقد أن كوني أنتمي لهذا الوطن سيجعلني أمام مذهبي. يعني هذا الافتراض هو افتراض لحالة خلل، في حالة الخلل تحصل هذه التناقضات. الإنسان الذي يعيش في أمريكا هو أمريكي، لكن هو أيضا أصله أفريقي، هو مسلم، هو مسيحي، لا يجد الناس أنفسهم أمام هذه الثنائيات.